تتواصل جهود الدولة من أجل توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين. وشهدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعا موسعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سرعة بدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، مشيرة إلى أن إجمالي نسبة زيادة قيمة تكافل وكرامة بلغت 40% منذ مارس الماضي، وزيادة المستفيدين بحوالي 1 مليون أسرة ليتخطى إجمالي المستفيدين 22 مليون مواطن. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024 ستعقد في فبراير 2024. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولا جذريا وتوسعا في الأهداف والرؤى لتنطلق في مسماها الجديد مؤتمر مصر للطاقة، وتتناول كافة قضايا الطاقة ومجالاتها. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35,000 مشارك و500 شركة عارضة و15 جناحا دوليا و120 دولة مشاركة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات قبيل الإعلان عن قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مع عدم تأكد المستثمرين من موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.1% لتبلغ 93 دولارا و39 سنتا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% لتبلغ 91 دولارا و92 سنتا للبرميل. كما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.21% لتبلغ 3.21 سنتا للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.23% لتبلغ 2.65 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض قبيل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، غير أن بورصة دبي خالفت الاتجاه وأغلقت على ارتفاع. وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.1%، وهبط المؤشر القطري 2.2%، وأغلق مؤشر أبو ظبي على استقرار، في حين ارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.6% ممددا مكاسبه لثالث جلسة.